في أبيات يتداولها الملايين حتى اليوم، تكريما للمعلم وقداسة لمهنته. يقول الشاعر المصري الراحل أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ولكن في رواية أخرى يبدو أنه كاد الممثل أن يكون رسولا، فوزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي كرم الممثلة والفنانة المصرية المعروفة باسم لبلبة عن دورها كناظرة مدرسة أو مديرة مدرسة في مسلسل دايما عامر، الذي عرض في شهر رمضان المنصرم، يتناول مشكلات التعليم في مصر. نشاهد مشاهدينا مقتطفات من الإعلان الرسمي للمسلسل، دعونا نظهره لكم. كاريزمته بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا عم لطيف. العيال دي عايزه ويجز. هما لحقوا يجوعوا؟ شيكا شيكا ضاضا هنقفل الرياضه. مش عايز اي استنصاح، عايز حفظه وبس. مدرسين الانترناشونال ما راحوش السوشيال ديستنيشن. لا لا احنا مدرستنا مش كده خالص. اذا كان اختلاطهم في المدرسه مش نافع، هيحصل وهما في رحله؟ إذن جاء التكريم ضمن الحفل الختامي لفعاليات مهرجان الفنون المسرحية في دورته الرابعة لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية المصرية، ذلك على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون المسرحية، حيث تلقت لبلبة جائزتها التكريمية. لكن مشاهدينا، في مسلسل دايما عامر تلعب الفنانة لبلبة دور مديرة المدرسة المس زهرة التي تهب حياتها للتعليم وإدارته بطريقة متطورة وحديثة وفقا لوصف البيانات الصحفية للمسلسل. لكن هل هذا يعني أنها أصبحت معلمة وتستحق التكريم؟ وماذا إذن عن المعلمين الحقيقيين الجديرين بالتقدير والتشجيع والثناء؟ هذه بعض من التساؤلات التي طرحها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موجة من الانتقادات لوزير التعليم الذي استلم منصبه قبل أسبوعين في 13 من أغسطس آب، فترة قصيرة وجيزة هو فيها في المنصب. إليكم بعضا من ردود أو من التغريدات على تويتر. هنا مثلا دعاء الكروان: يعني ده اعتراف من الوزير أن ما فيش مدير مدرسة على مستوى الجمهورية يستحق التكريم، أم إيه؟ ملقاش غير الست اللبيبة اللي مثلت دور مديرة مدرسة يكرمها، دي باينة مرار طافح. أما هنا حساب باسم الدكتور يحيى غنيم: ليس غريبا أن يقوم وزير التعليم بتكريم النجمة لبلبة لدورها في مسلسل، فمن قبله كرمت جامعة بنها النجم شعبان عبد الرحيم وأهدته درع الجامعة، لا أعرف لماذا. أما تغريدة من حساب نحو الحرية: وزير التعليم يكرم الفنانة لبلبة وكأن مصر لم يبقى فيها قامة علمية ولا بروفيسور ولا عالم يكرمه وزير التعليم. أما هنا عمر الشبكي يقول: أقدر دائما دور الفن والفنانين، ولكن ما هي الرسالة التي يقدمها وزير جديد في وزارة تعاني من مشاكل جمة بهذا التكريم الذي جاء في غير محله ووقته؟ ألم يلفت نظر الوزير الجديد ناظرة في الأقاليم تميزت وأخلصت وكان لها بصمة على مدرستها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها فكرمها؟ نعم هناك مئات وربما الآلاف من هؤلاء ومثلهم من المعلمين والمعلمات الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة ورواتبهم ملاليم، لو كنا حريصين على دعم هذه النماذج ولو معنويا برسالة رمزية لكنا كرمناهم. أخيرا مشاهدينا، تغريدة من جاك يقول فيها هذه التدوينة: يعني إيه غضب السوشيال ميديا؟ ما حدش بيغضب من تكريم فنانين إلا المتطرفين، إلا اللي بيكفروا الفنانين، لكن أهل الفن المحترمين دايما محبوبين من المصريين، ولبلبة فنانة محترمة وقديرة من صغرها ومحبوبة من المصريين الطيبين وتستحق مليون جايزة. مشاهدينا، في تعليقها على التكريم عبرت الفنانة المصرية من أصول أرمنية نينوتشكا مانوك كوبليان أو لبلبة لقناة دي أم سي إنها سعيدة: أنا في منتهى السعادة النهاردة لأني بتكرم من وزارة التربية والتعليم، وأحلى حاجة حصلت النهاردة إن قابلوني الأطفال الصغيرين اللي عندهم 5 سنين. اللقطة دي اتأثرت جدا لأن افتكرت نفسي، أنا ابتديت عندي 5 سنين، افتكرت نفسي لما كنت طفلة صغيرة. تعليقا على الاستكمال الواسع للتكريم، نقل جرير الدستور المصرية عن مصادر في وزارة التربية والتعليم تقول فيه: إن المهرجان الذي شهد تكريم الفنانة لبلبة هو مهرجان دائم ينظم كل عام لربط التعليم بالفن والثقافة واكتشاف المواهب، وأهديت لبلبة درع المهرجان هذا العام فيما حصل عليه الفنان مصطفى خاطر العام الماضي، وقبله الفنان محمد صبحي، وقبلهم الفنانة صفاء أبو السعود